مقتضى الصدر، الزعيم العراقي صاحب أكثر المواقف غموضاً وتناقضاً. مع احتلال بغداد كان موقف الصدر ملتبساً. في حال بقاء القوات الأمريكية في العراق، ماذا سيكون موقفكم منها؟ نعم، ما عندي موقف شيء أصلاً، ما العلاقة سواء البقاء أو طلع. ومع اندلاع الانتفاضة العراقية التي طالبت بإنهاء الهيمنة الإيرانية على البلاد، زعيم الصدر أنه مؤيد لها رغم أنه كان موجوداً في إيران، وهو ما شكك في صدقية دعمه للانتفاضة. مع تصاعد زخم الانتفاضة العراقية تحول موقف الصدر إلى الهجوم، فأرسل أتباعه ممن يعرفون بالقبعات الزرق وهاجم مواقع المعتصمين في بغداد. هاي جماعة مقتدى تدعو على المتظاهرين. وفي محاولة للالتفاف على الانتفاضة، دفعت كتلة البناء الموالية لإيران بمرشح جديد لرئاسة الحكومة هو محمد علاوي، لكن المحتجين رفضوه. المعتصمين في بغداد عن ربهم القاطع لترشيح محمد توفيق علاوي. غير أن اللافت هو بيان الصدر الذي ادعى أن الشعب العراقي هو من اختار علاوي، رغم أن من اختاره هي كتلة البناء التي يتزعمها هادي العامري ونور المالكي وهما مواليان لإيران. ووفق المحتجين، تماهى الصدر مع المساعي الإيرانية لإخماد الانتفاضة العراقية، لذلك هتف المنتفضون ضده في الشوارع واتهموه بالتبعية لإيران.